تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، نشرت الرياضة بين الشوطين والبداية بمباراة نهضة بركان والرجاء الرياضي، حيث حسمت نتيجة التعادل الإيجابي هذه المباراة التي دارت على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم مؤجل الدورة 12 من البطولة الاحترافية. افتتح الرجاء نتيجة المباراة عن طريق نوفل الزرهوني في الدقة 17 قبل أن يسجل يوسف الفحلي هدف التعادل في الدقيقة 86. بهذه النتيجة حافظ الفريقان على سجلهما خال من الهزائم واقتسما نقاط المباراة ليواصل الرجاء في المركز الثاني ب 24 نقطة، فيما يحتل نهضة بركان المركز الرابع برصيد 22 نقطة. وفي مؤجل آخر، حقق فريق الوداد الرياضي فوزا صعبا ومهما على حساب يوسفية برشيد بهدف السفر على أرضية ملعب البشير بالمحمدية يوم السبت الماضي، وهي المباراة المؤجلة لحساب الدورة 9. الهدف الأول والوحيد في المباراة جاء عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 17. بهذه النتيجة قفز فريق الوداد الرياضي إلى المركز الثالث ب 22 نقطة مع مباراتين ناقصتين، فيما تجمد رصيد فريق يوسفية برشيد في الصف ما قبل الأخير عند 8 نقاط. دائما مع البطولة الاحترافية، كشفت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن جدول مباريات الدورة 13 من البطولة. في البرنامج يوم الخميس المقبل على الساعة 4 بعد الزوال الفتح الرباطي يوسفية برشيد، في نفس التوقيت يوم الخميس الرجاء الرياضي في مواجهة اتحاد طنجة، يوم الخميس دائما في السادسة مساء شباب المحمدية نهضة بركان، يوم الخميس دائما في الثامنة ليلا فريق المغرب التطواني يواجه اتحاد تورقة، يوم الجمعة في الرابعة بعد الزوال نهضة الزمامرة المولودية الوجدية، السادسة مساء ثانية أكادير المغرب الفاسي، السادسة مساء دائما أولمبيك أسفي الوداد الرياضي، وفي الثامنة ليلا شباب السوالم والجيش الملكي. جرت قرعة تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة 2024 يوم السبت الماضي في مقر الكاف بالقاهرة، حيث تم تحديد مباريات الدور الإقصائي المقرر إجراؤه شهر فبراير من السنة المقبلة. المباريات جاءت على الشكل التالي: ليبيا في مواجهة الجزائر، ناميبيا تنزانيا، موزمبيق في مواجهة زامبيا، غانا في مواجهة الكوت ديفوار، والكاميرون في مواجهة موريتانيا. وسيستفيد المنتخب المغربي من التأهل تلقائيا إلى كأس إفريقيا بعد فوزه بنسختين الماضيتين، وذلك إلى جانب إعفاء مصر وكذلك منتخب أنغولا. وقد أسفرت القرعة مباراة الذهاب التي ستجرى ما بين الثاني والرابع من فبراير المقبل، كما تم تحديد مواعيد مباراة الإياب بين 9 و11 من نفس الشهر. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين لهذا اليوم. إليكم أطيب التحيات، إلى اللقاء.